السلام عليكم، عيدكم مبارك. في هذا العيد لا نذهب إلى المقابر لكن ندعو لموتانا. في هذا العيد لا نذهب إلى أقاربنا لكن نتحدث عنهم. في هذا العيد لا نخرج من منازلنا، وإذا خرجنا نرتدي الكمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. التزموا بيوتكم. تنبيه: يزداد انتشار فيروس كورونا يوما بعد يوم، احمي نفسك واهلك. كوفيد-19 لا يتنقل، نحن ننقله. اللهم اعف عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين. التزموا هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اشكر ابي وامي. عيدكم مبارك. مناسبه حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير. لم نستطع زياره مقابر روتانا بسبب فيروس كورونا الوبي، لذلك نترحم عليهم من منازلنا وندعو لهم بالرحمه، ونرزق الشعب الجزائري بالالتزام في بيوتهم. حلول عيد الفطر المبارك. يطيب لي أن أهنئ كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، سائلة الله ليعيد على الجميع بالخير. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. نزين هاليوم صحة عيدكم، نزين هاليوم صحة حجكم، نزين هاليوم شدوا بيوتكم، شدوا بيوتكم مجيونا حتى تروح الكورونا، شدوا بيوتكم مجيونا حتى تروح الكورونا ونجنبوسكم ونجنبوسكم. السلام عليكم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. اللهم ارفع عنا الوباء واشف مرضى المسلمين. عيدكم مبارك وابقوا في منازلكم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلة بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى كافة الشعب الجزائري عامة، وإلى أعوان الحماية المدنية خاصة من السيد المدير العام العقيد بوعلان بوغلاف إلى كافة الأعوان عبر ربوع هذا الوطن، وتبعث لكم نداء بالتزام البيوت وعدم المغادرة منها إلا للضرورة القصوى. في حالة خروج من المنزل وجب عليكم ارتداء الكمامات وتفادي التجمعات. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.